السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنسان في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام لكنه لم يرفع يديه لأنه قد نسي رفع اليدين، فهل عليه شيء في ذلك؟ لا، رفع اليدين سنة، ما هو واجب. نعم، أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.